هبة شعبية بدأت ثمارها تقطف الآن في محافظة حضرموت، ففي الوقت الذي تركت فيه المحافظة مرتعا للعصابات والجماعات الإرهابية، كان للمكونات القبلية والمدنية على رأسها حلف حضرموت حضورها الأبرز في التصدي لمظاهر الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث بدت آثارها اليوم ظاهرة بشكل جلي على كافة مناحي الحياة. ويبرز دور القبيلة في حضرموت من خلال مشاركتها في العمليات العسكرية التي أسفر عنها تحرير المكلا من عناصر تنظيم القاعدة، وانخراط أفرادها بعد ذلك ضمن مؤسسات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى حمايتها للمنشآت النفطية في تلك الفترة. في حال دخولهم وطرد القاعدة موجودة من حضرموت، طبعا لم يدافع عليها إلا أبنائها، ولم يشتغل عليها إلا أبنائها، ولم يكونوا في وقتها إلا أبنائها، بيضرب وجود فراغ موجود، هربت القوة كل اللي كانت موجودة في حضرموت، وساندنا قوى التحالف، كنا كتفنا كتفنا جنبنا إلى جنب إلى جانب قوى التحالف. تأثير القوى السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني بين أوساط السكان خلق شراكة واسعة مع السلطات بحضرموت، وظلت هذه القوى داعمة لتوجهاتها الساعية للحفاظ على ما تم إنجازه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، وفتح نوافذ جديدة من خلال إطلاق دعوات لعقد مؤتمر حضرمي جامع يخرج برؤية سياسية وحقوقية موحدة وفق ما تقتضيه المرحلة. ولدعم هذه المرحلة والحفاظ عليها، فأننا في حلف حضرموت دعونا إلى تبني مؤتمر جامع. هذه الدعوة التي انطلقت مرت في عدة محطات للتهيئة والتحضير لإنعقاد المؤتمر من نزولات ولقاءات بكل الأطياف الحضرمية في مختلف مشاربهم. تلاقي هذه الدعوات تفاعلا مجتمعيا واسعا، بالرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى من الإعداد والتحضير، تعيد للأذهان ملامح الهبة الشعبية التي أعلنها الحلف في ديسمبر من عام 2013، وكذا الحضور الكبير لافتتاح المقر الرئيسي للحلف بالمكلا. حراك مدني وقبلي واسع ترتسم ملامحه في حضرموت هذه الأيام، فهل ستفضي هذه التحركات إلى مزيد من الاستقرار ودعم مسيرة تطبيع الحياة؟ هذا ما يأمله الشارع هنا. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، المكلا.